الحلقة الثالثة من تفسير جزء عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في مقدمة التفسير وهنبدأ في الباب الثالث، أسئلة هامة عن عوائق الطريق. إيه العوائق اللي بتقابل الإنسان فتعيقه دون الوصول إلى أن يكون من أهل القرآن؟ العائق الأول اعتقاد أن أهل القرآن هم حفظة القرآن بلا علم، وأن الحفظ شرط للعلم وأنت لازم تحفظ وتتعلم. العائق الثاني عدم التدرج والبداية بالأقوال والخلافات. العائق الثالث الاعتماد على التفاسير الكلامية المعقدة وترك التفسير بالكتاب والسنة وسلف الأمة. العائق الرابع الجهل بأصول التفسير وطريق القرآن. العائق الأول، إيه الدليل على خطأ من قال إن أهل القرآن هم حفاظه ومن قال أنه لا علم بدون حفظ القرآن؟ الدليل الأول إن النبي سمى رجلا لم يتم حفظ القرآن بأنه صاحب للقرآن. في الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عند آخر آية كنت يقرأها، طب وبقية الآيات ما بيقرأهاش، يبقى الراجل ده مش خاتم، أهو مش خاتم، لأن عند آخر آية يبقى في آيات تانية ما وصلهاش. فالإنسان المتدبر آيات الله تعالى العامل بها صاحب للقرآن حتى ولم يختم القرآن. تاني حاجة، النبي جعل حفظ القرآن كاملا بلا علم من علامات أهل البدع المأمور بقتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثلاثة، غالب من يقول هذا القول الكاذب هم أهل الحرص على الشرف، فيدمرون الطاقات بهذه الكذبة أنه لا علم بدون حفظ القرآن كاملا، ليظلوا هم الشيوخ أصحاب الميكروفونات والطلاب يائسون بائسون في طلب المستحيل. أو من يقلدونهم بدون علم، اللي بيقول الكلام ده إما حريص على الشرف وعاوز الميكروفون بس، أو واحد جاهل بيقلده. ليه؟ لأن الطالب سيظل طوال عمره يحاول حفظ ما لا يفهم، أي يحاول المستحيل، فيحفظه النهاردة وينسى بكرة ويعيده بعد بكرة، ويظل مرات يعيد مرات ويرد شغال ويضيع عمره في طلب المستحيل، ويوصل مرحلة أخيرا ييأس من نفسه ويعتقد أنه خلق فاشلا، فيترك العلم والدعوة ويركن على جنب، ليظل هذا الكاذب الذي قال لا علم بدون قرآن هو المتربع على عرش السلطة والمكان. طيب، العائق الثالث عدم التدرج والبداية بالأقوال والخلافات. ما الدليل على أمر الشرع بالتدرج؟ قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال السلف تتربون بصغار العلم قبل كباره، والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الأركان فقط ولم يعلمه الواجبات ولا المستحبات. دل لذلك أنك لازم تبدأ بقول واحد تتقنه وبعدين تاخد بقية الأقوال. طيب، العائق الثالث الاعتماد على التفسير الكلامية المعقدة وترك التفسير بالكتاب والسنة وأقوال العلماء. طيب، ما التفسير المسموح بها والتدبرات المسموح بها في القرآن؟ ما دلوقتي لما نقرأ فالمفسرين بيفسروا كلام، الكلام ده ما لهوش أدلة، وفي تفسير عليها أدلة، يبقى التفسير أنواع. في تفسير عليه دليل من كتاب وسنة وكلام العلماء، ده تفسير معتمد كلام منتهي فيه. في كلام تاني تدبرات إيمانية المسلم بيطلعها، وترابط بين الآيات والصور، مناسبات آيات والصور، ودي متألف فيها مجلدات، دي معلاش أدلة. وفي تفسير تانية الشرع نهى عنها، فيها مخالفات شرعية. طب ناخد أول نوع، التفسير اللي بتعتمد على الأدلة والكتاب والسنة، وأفضل كتاب فيها كتاب ابن كثير، وإحنا هنخليه كتاب أساسي ونجمع عليه. من الكتب اللي هنستعين بيها مع الكتاب دوت دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية.
وتفسير ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن والتفسير القيم لابن القيم وغيرها من كتبه، وشرح الشيخ ياسر برهامي وترجيحاته على تفسير جزء عامة، وشرح الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم على تفسير القرآن كله، وتفسير الإمام ابن جرير الطبري. وقلنا ابن جرير الطبري في مشكلتين، إن هو بيجمع أقوال ياما جدا وما يرجح بيقول كله ينفع حتى في الأقوال المتضادة. ومن التفسير اللي نعتمد عليها تفسير الجلالين، الجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. الأولاني ألف من سورة الكهف لحد قل أعوذ برب الناس والفتحة، والسيوطي وجلال الدين السيوطي كمل التفسير. المرجع السادس محاسن التأويل القاسمي. الموضع السابع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي. الشيخ محمد إسماعيل المقدم كان بيعتمد على القاسمي وكتاب الشنقيطي، دول أساس. فلو أنت خدت شرح الشيخ محمد إسماعيل المقدم كأنك قريت دول. طيب، النوع الثاني من التفاسير تفاسير ما لم ينهى عنها الشرع وما فيهاش نص، ما فيهاش دليل. طب التفاسير دي امتى تكون مقبولة وامتى ما تكونش مقبولة؟ الإمام ابن القيم حط أربع شروط للتدبر والمعاني الإيمانية اللي يستخرجها المسلم بنفسه ولا يشترط أن يكون عليها دليل. أول شرط أن يكون المعنى صحيح في نفسي أقره الشرع. تاني شرط ألا يناقض معنى الآية، ما يتناقضش مع معنى الآية. ثالث شرط أن يكون في ارتباط لفظي مع الآية مع الصورة. رابع شرط أن يكون في ارتباط معنوي وتلازم مع الصورة. دول أربع شروط. بعد في الدائرة دي اعمل زي ما انت عاوز. الإمام ابن القيم بيتكلم على في مقدمة أحد كتبه، بيقول إن درجة فهم القرآن بتقف على كمية الخشوع والانكسار. فمثلا الإمام ابن القيم جاب مثال، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيز فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فبيقول بعض الناس بيفهم من الآية دي معنى واحد بس، إيه المعنى دوت؟ إنه راح جاب عجل وخلاص. في واحد تاني لا، يستنبط منه آلاف من المعاني حسب الخشوع، فيقول ان يستحب ان الواحد يجيب اكل لضيفه من غير ما يحس، ويستحب ان يجيب الاكل لحد يضيفه، ويستحب ويطلع معاني كثيرة جدا. فده النوع التاني من التفاسير المقبولة، تفاسير المناسبات لآيات والصور، متام موجودة في اللفظ وموجودة والشرع اقرها وما نفهاش ومربوطة بالمعاني بتاعت الصور. طب ايه التفاسير بقى المرفوضة اللي الشرع نهى عنها ونهى انك تدرسها؟ التفاسير المنحرفة اللي فيها اسماء وصفات، زي تفسير الرازي. الرازي اصلا عنده انحراف في الاسماء والصفات، وكمان يقعد يجيب اراء الملحدين وفي الاخر يرد عليهم بكلمتين، صفحتين شبه وسطرين رد. تفسير الكشاف بتاع الزمخشري، وده من كبير المعتزلة. تفسير الجامع بتاع قرطبي، ده مليان مسائل فقهية تخليك تنسى انك تفسير اصلا. تفسير تنزيه القرآن عن المطاعم بتاع عبد القبار المعتزلي. مجمع البيان لعلوم القرآن للطبراسي، وده شيعي. الميزان في تفسير القرآن محمد حسين، ده شيعي. كتب ياما كلها كتب كلها شيعية. لازم نرتبط بالسلف وتفسير السلف أو التفسيرات اللي فيها الأربع شروط اللي أقرهم السلف. العائق الرابع الجهل بأصول التفسير، وده هناخده إن شاء الله في الحلقة القادمة.